عليه فإنه يتعذر علينا إعلاء راية الفرح ومظاهر الاحتفال في وقت تزهق فيه الأرواح البشرية يوميا. هذا نص البلاغ. نشكرك سي ماهر الهمامي، يعطيك صحة. كل ما كان فما جديد حول تأجيل الأيام هذه، أو كما قلت أنت ربما فما تأجيل مهرجان الأغنية، إن شاء الله لا طوى أكيد باش تكون عنا معاك لقاءات أخرى. خلينا نشاركوا مدام سهام، ما فماش إلغاء لمهرجان الأيام أيام الثقافية للطفولة، فماش إلغاء لمهرجان لأيام كارتاج المسرحية، وكذلك ما فماش إلغاء لمعرض الكتاب اللي باش يكون الدورة 38 باش تكون من 19 ل 28 أفريل. هو عصافير لوبيرا ما تلغاش، ريبونس على غزة، خاطرين صغارنا اللي عمرهم 3 سنين حتى ال 15 17 سنة ولاو هازين حمل أقوى من جرمهم. دونك اوبيرا عصافير الاوبيرا كان كاينو دوي لا كاينو دوي فريمون بور دو زونفون. ولادنا ولاو انكسيتي وفي دوكسيجين، الاولاد الصغار كلهم بالسلاح معناها نتاع لي جوي وكل شيء، يا اون اغريسيفيتي قويه. دونك الاوبيرا وسي محمد دي جويني فريمون كانت فكرته هو برك، حتى ما كناش معاه. حلوه الحق، كانت ناجحه برشا، كانت اصداء مزيان. لكن فماش مظاهر احتفال في العروض اللي تم احنا ساعة الطفل ما فماش حكايه احتفال. الطفل الصغير التونسي والبراني واللي يتفرج فينا لازمو يتنفس ولازمو يقف، خاطر هو الحمل هذا ينجم يكسره، ما عادش يولي راجل غدوه. والفنان والمطرب ما يتنفسش مدام. في غمرك انا نحكي لك توا على عصافير الاوبيرا. علاش انا بدي من الاول ما كنتش تري شود بارابور او بروجي، بعد كي ريت من باباروني وسبكتاكل اللي عملناهم ومئات الاطفال اللي جاوا لليوم، ما احنا عاركونا كيفاش ما كملناش والحمد لله هذول فما الكماله مع لي ماريونيت الجمعه الجايه. صغارنا لازمهم يخرجوا على خاطر ما غير ما يفطنوا الاولياء، مش ما غير ما يفطنوا يروح للدار الجزيره التلفزيات وكل شيء نعديو 24/24. دونك حتى كي هو يقرا الطفل الصغير ما يسمع وما يرى كان الميساج هذايا الا الموتى والموتى نتاع صغار معناها كسرتنا اسرائيل وش يحبوا معناها شي يتمناو يكسروا صغارنا. دونك هذاك سي بو موا اون بروتيكسيون ودوي. ماتنو باش نجاوب على الموسيقى والغناء، انا نمن ياسر درصاف حمداني خاطر عملت حاجه ياسر حلوه وفريمون دو تري غراند كاليتي. كان خذيت هي القرار مع الهيئه نتاعها، انا معناها ديما ندافع نفسلك معناها انا كبوان دو فيو معناها نعرف سو سون دي بوزيسيون تري بروفيسيونيل. ونحب نقول للناس الكل راهو اي فنان راهو ملتزم. انا ما عملت شتيح الا بالسيف، ما عملتش شتيح باش نعمل شتيح ورديح معناها ما عركت ما خذيت شتيح. ما ولادي اليوم يشتحوا الوقت هذاك راهو نحكيو حتى اليوم في التسعينات. ليه حتى اليوم في التسعينات كانت اللي انا التسعينات كانت صعيبه برشا. عام 2005 استسهلت ورجعت 2014 و2015 صعبه. الرقص حرام وما يشتحش الطفل ما تشتحش الطفله، رانا في مجتمع صعيب. دونك الفنان اللي يغني واللي الفنان اللي يفرهد حتى اللي فرهد جودينا معناها كيما لي دي ميم لي غراند ستار دو موند راهو سي دو لا ثيرابي. رانا كي نسمعوا الفن راهو يبرينا، رانا ماناش فن اونيكمون باش نقول كلام معناها الترهيد سورتو افيك لانكسيتي افيك الامراض النفسيه اليوم على خاطر راهو بعد الكوفيد عامين كوفيد كاينهم يا توت اون استراتيجي باش نكونوا احنا الكل ما عادش عباد يا د لانكسيتي. دونك اي فنان راهو عندي انا ملتزم معناها كانه مغني حتى يغني ونسمعوا معناها بارابور المهرجان هذا مهرجان الاغنيه مهمين في تونس. يعني اما التاجيل انت مع التاجيل كيفاش ترى القرار هذا؟ ديما قرار رأيك سياسي رأيك الحق. وقلت لك انا نحترم درصاف حمداني ونحترم المسرح اللي شد وعمل المسرحيه نتاعو، مش على خاطر المسرح ملتزم والموسيقى مش ملتزمه والسينما مش ملتزمه. سينما جيت بكري ياسر ما عرفوش يعملوا، قلنا توخرت وتعملت مصر التغت معناها ما عرفوش الناس يقدموا اسكو نقدموا افلام فلسطينيه. انا عملت فيستيفال دو دوكيومنتير كنت موت عليها على ذيك نحبها برشا. مهرجان فيلم وثائقي نتاعي انا قوي برشا وكان حط قيمه دوكا تونيس دوكا تونيس وقفت وقتاش ما وقفتوش وقعت حتى ل 2017
وقت اللي جات لا ريفولوسيون 2011-2012 واحنا في الكيف كيف معناها ناس موتة وناس موجودين باش تعاود تقدم ان فيلم دوكيومنتير سيتي تري دولورو صعيب ياسر باش تروح وتقدم افلام اونكور فلسطينيه واحنا نراو في فلسطين كيفاش مدمره كيفاش غزه مدمره المشكل نتاعنا احنا اجوردي لازمنا عندنا ركول لازمنا دوبل امبوا حاجة غزة يعرفونا والفلسطينيين موجودين اليوم في بلادنا اللي جاونا مرحبا بهم لازمنا الفنان يعيش خاطر مش الفنان يعيش على خاطر لقمة باش يعمل يدبر شهرية معناها كان ما يقدمش خدمته كان ما يقدمش معناها لي سبيكتاكل نتاعو شنو باش يعمل هي اللي تنجم تتفاعل حبيت نفسر حاجة